قبل يد رأي أصحابي ولا معرض ولا معرض الانستغرام تطلع لي الدراري صحابي هما الاولي وفينا خاي ستيفان سوفيان مرحبا اخايا مرحبا مرحبا بالدراري كاملين الاخوان. بالمناسبه الوحده ديال 91 ديال الدقائق عندي دابا غندير واحد اللايف ما نفوتوش فيه ساعه الماكسيموم ساعه اصلا الانستغرام شي واللي زوين فيه هو ساعه جوك فلينا ندير واحد اللايف ما نكملوش فيه ساعه الوحده ديال الليل دابا ونمشي نعس باش غدا نوض بكري ان شاء الله عن شي حاجه ما تقدر. نتوما الاخوان شو الساعه وقت ما صورت كنخلي الساعه بالتوقيت ديال المغرب ها هي راه 10 وعندكم فهمتي 10 انا عندي 10 و4 هي راه 10 و9 دقائق ديما زيد واحد القسم زيد واحد القسم باش لزكيت مع شي واحد كنمشي بكري شويه ماشي تنشوف الساعه كنوض بكري فهمتي تنقضي الغرض. المهم زيد القسم ديما على عباد الله في المكانه باش تنبقى راه تلبى فهمتي سيميو ديك القضيه ديال باقي الحال بديك باقي الحال كنمشي كنجيبها لاصقه لان يزيد واحد القسم وداك القسم كيدير الفرق فهمتي. تقدر تجي ما كنمشي عند عباد الله كتجيو معطل بواحد القسم سميو زيد الساعه ديالك واحد القسم تمشي عند عباد الله معطل بواحد ربع ساعه زيد تما واحد ربع ساعه كتمشي عند عباد الله معطل بواحد نص ساعه زيد في الساعه ديالك واحد نص ساعه كل واحد خاص تكون الساعه ديالو فهمتي كل واحد الساعه ديالو. علاه ملي كيسولني شي واحد الساعه كنجبد التليفون تيقول لي السطره هي في يديك تنقول لها لا لا راه ما خدامش وهي راه فريمون خدامه ما بقاش نفسر ليه السطره الساعه عندي زايده بقسم فهمتي وسميتو تنضطر فهمتي معناتها خاصك تقول لي 7 دقائق الساعه عندي ما فيهاش فير وربع و10 دقائق وكذا وسميتو. المهم الاخوان حتى هذا بلين على شفت الساعه قلت لا صبر تما 10 دقائق الله دابا 10 دقائق هنا راه تقريبا 18 دقائق فهمتي سميو الساعه ديالك تكون زايده ولا تكون انت معطل. او دوينا على القضيه الثانيه هي قبيلات دوينا على الفكره قال لك الاخره كندير شد شي فكره كندير لها واحد اليوتيوب كنلقى في الاخر ان الناس هاربين في ديك الفكره وعطيتو اكزومبل اللي هو وحيد ديال رفيع انا درنا اليوتيوب ديال لي كوميرس درنا اليوتيوب ديال لي كوميرس بغينا نبداو واحد البروجي ديال الاي كوميرس غادي نلقاو الناس هاربين غادي نلقاو امازون دونك ما عندناش باقي فين نبداو ولكن هادشي غلط فهمتي كاينه واحد الحاجه ديال ما بغيناش حنا نكونوا امازون وبغيناش نتنافسوا مع امازون بغينا نكونوا 0.00001 من امازون ضرب 10 الاصفار واحد من امازون. كي جاتك تركيا اخويا هذا السؤال هذا شحال من واحد طرحوا عليه تبرجعوا ليه منين وصلوا ليه دوينا على الكاش اون ديليفري حتى هويا قلت سي ميو دير الناس ديالك هما اللي كيوصلوا لك السلعه فهمتي سي ميو دير الناس ديالك يوصلوا لك السلعه احسن حاجه فهمتي عن طريق التجربه لان انا حمقت راسي مع الشركات وداكشي شو واخا داكشي المضيعه ديال الوقت سي ميو لان الشركه واخا تكون شركه كيف ما بغات تكون الله يعمرها دار تكون شركه واعره يوفو كيعرفوا الناس انها شركه واعره كيكثر عليها الضغط واي شركه عندها واحد الكاباسيتي كتستحملها يوفو كيكثر عليها الضغط كيترون داكشي فهمتي شحال من شركه كانت واعره فهمتي كيرف الطيرون كانت الله يعمرها هضر وحنا من الناس اللي تنضل تنقول الكومبيتيتورز ديالي معاش كتخدم مع كيري صافي في المدن الكبيره ترونات ما بقى لا خدمه لا تعرف فهمتي كثر عليها الضغط ماشي الشركه عيانه وانما كثر عليها الضغط ديك الكاباسيتي اللي كتستحمل جات كثر منها امانه راه زوينه ولكن راه كثر عليها الضغط صاحبي كثر عليها الضغط كاع الشركات فهمتي كثر عليهم الضغط والمشكله ديال الشركات ما كيكرهوش الفلوس ما تجيش عنده يقول لك لا اخويا عندنا الكاباسيتي حاليا عامره بغيتي نش ناخذ من عندك هذا الباكيج هذا غنسكاد ليه لك من هنا جوج سيمانات عاد نصيفطوه انت تقول لي من هنا جوج سيمانات لا عليها حتى هما تيقول لك اوكي واخا راه هما راه تيعطلوا واحد جوج سيمانات ثلاثه ملي كيوصل ما تيجدوش خونا كيرجع لك دونك اللهم تدير الناس ديال الدليفري ديالك الناس ديال الدليفري ديالك تهلا فيهم كما قلت قبيلاش غادي دير لي واحد الصالير باش يضمن ديك الحوايج ديالو في الاساسيه في الحياه ولا بد خصك دير لي واحد الصالير باش يكون هو مامن داك الكراء الماء الضو ديالو داكشي وشويه الماكله الاساسيات وتزيدو الكوميسيون الكوميسيون كتهلا كتقول ليه مثلا كل باكيج كتوصلو تاخذ عليه 10 دراهم وملي كيسمع كل باكيج كيوصلو كياخذ عليه 10 دراهم داك السيد اللي مخدم معاك تيوصل السلعه راه بيان سور كيتقاتل تيقول اه لو وصلت دونك 30 باكيج في النهار عندي 300 درهم مزيانه الصاد فهمتي كيخرج كيتقاتل يوصل ديك 30 باكيج ملي كيخصل توصل ديك 30 باكيج كياخذ 300 درهم في النهار دونك الا خدم 26 نهار ولات عنده تمايا في الصالير ديالو ما بين الصالير وسميتو ولات عنده واحد 160 170 180 ما بين الصالير وسميتو غادي يولي فرحان اصاحبي غادي يولي كيتقاتل ماشي بحال ديال امانه ولا ديال اي شركه عفوا كنذكر امانه ما كنبغيش نسمي كاع الشركات ماشي بحال خونا اللي خدام في شي شركه ديال التوصال ما كيعطيوش الكوميسيون اصاحبي ما كيعطيوش الكوميسيون دونك هو ما متحملش ان يوصل لك السلعه اش كيدير كيمشي كيدير الو السلام عليكم تيقول لي هذاك خونا مثلا راني في الجامع كنصلي هاني تبان نجي
تيقطع عليه التليفون وكيزيد بحالو صافي تيقول لي راني جيت عنده ما لقيتوش وفعلا راه مشى عنده ما لقاش تيدير الرقم على الطريق كيزيد ولكن الا كنتي خونا مخدمو كتعطيه 10 دراهم على كل توصيله اللي توصل الا ما وصلش ما كياخذش الكوميسيون على داكشي اللي وصل اجي يقول لي الو راني كنصلي يقول لي واخا راني كنتسناك في باب الدار ماشي مشكل يقول لي الساط راني خارج راني في السوق الفلاني حدا الدار راني تسناني حتى نجي اجي يقول لي ماشي مشكل اجي نجي عندك للسوق ماشي مشكل خرج عندي حدا الجامع ماشي مشكل اجي نتلاقى الو السلام عليكم خويا انا ما كنكونش مع الصباح في الدار راه كنكون خدام في البنك الفلاني راني خدام تمايا هاد لوكا هاد كنعيشوهم في تايلاند وفي كاع الدول صبر اخويا راني جاي عندك واش البنك الفلاني اللي جات كدا 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 اي هي خليك اخويا العشيه ان شاء الله مع الثلاثه ياك داك تخرج حتى الاربعه ونص ثلاثه ان شاء الله غنديرك نجي عندك صاد تيتحسن كلشي بزاف لان داك خونا عنده الهم انه يوصل السلعه لانه غادي ياخذ 10 دراهم على كل توصيله اما خونا اللي تضل كتشكى عليه وكتقول له هذيك الشركه عيانه هذيك الشركه عيانه واخا تكون الشركه واعره مع الوقت غادي تعيا لان يوم فوا غادي ندوي عليها انا ودوي عليها انت ودوي عليها الاخر ويقولوا انها واعره غادي يجي بنادم غادي تكب عليها والكاباسيتي ديالها ما غاديش تستحمل داك الضغط اللي طاري وصافو ديك الشركه هادي تعيا وبالتالي ملي كيكون عندك انت الموظفين ديالك انت كتكونتروليهم وانت كتحكم في كتسمى الكالتشر ديال الشركه الثقافه ديال الشركه الثقافه ديال الشركه هي حنا كنطلعوا فيكم اولاد عباد الله كنعطيكم 10 درهم على كل توصيله وسير اخويا وصلت حتى 50 في النهار الله ييسر لك خونا اتصلتي به البارح زكيتي معاه فهمتي زكيتي معاه بعد غدا وعاودتي بغيتي تعاود ترجع اجي بالك داك خونا الموظف هو كينتس لك هو كيقول لك هذا راه ولا قال لي بعد غدا وجا رجع عنده هو كيضرب الهم ديال اللي يوصل كلشي خاصو يوصل الماكسيموم بوسيبل باش حاجه اخرى اللي نقول لك انا تنسهلها عليك ب 10 دراهم لا حنا دايرين 10 توصيلات الاولى فابور من 0 حتى 10 فابور هادي اجباري خاصو يديرها شكرا من 0 حتى 10 فابور من 10 حتى 20 كيتخلص عليها 10 دراهم من 20 حتى 30 كيتخلص عليها 15 درهم من 30 حتى 40 كيتخلص عليها 30 درهم سمعتي من 30 حتى 40 يعني خصو يفوت 30 كيولي كيقول خصني نفوت 30 ملي كيخرج مع الصباح تيقول خصني نضرب دوك ال 10 الاولين نحيدهم هذوك جاولي ندوز دوك 10 الثانيين باش نبدا نضرب 10 دراهم ندوز خصني نوصل ل 30 للفوق 31 بديت تخلص 30 درهم اللهم اخويا تعطيه واحد تعطيه 30 درهم هو ولا تعطيها لشي شركه ديال الشيبينغ اللي ما غاديش توصل لك وغادي تدي لك الروتور اللهم اعطيها لذاك ولد الناس اصاحبي علاش كتبقاو صاحبي كتفهمتي كتحاسبوا على شي حاجه وهذا التحاسب خاص تحاسب على البيرفورمانس واش غادي يجيك في الاخر الشهر تعطي لشي واحد غادي يمشي غادي يتقاتل معاك غادي يموت معاك هكا باش شوف النظام ديال الراس ماليه في العالم ضير على الفلوس انت علاش كاع كتسمع ليا كاع في نظر علاش كاع الحل هاد اللايف هذا كتحاول تستافد شي فلوس هو اللي كيخليك مركز معايا ومصادع وكتسمع وكدا وتتحاول تحسن شي حاجه وكتحاول حنا انا تنتقاتل يوميا كنخدم على قبل الفلوس الاخر كيخدم على قبل الفلوس الطبيب حل على قبل الفلوس الطبيب علاش تجي حل يوميا العياده راه تجي حل على قبل الفلوس اصاحبي كل ما كانش الفلوس راه تجي موت هاد السيستم هذا علاش الميكانيكا تجي حل كل نهار علاش هذا علاش الصباغ غادي تجي تقول لي صبغ لي الحيط غادي يصبغوا لي كل ما كانوش الفلوس يقول لك علاش نصبغ لك انا الحيط عاود دار راسك صافي اجي انت دير لنا هادي اجي اجي نديرها لك كذا كذا ولا تجي يقول لك في سبيل الله واخا شوف عندك اربعه الروايد خاسرين غنقد لك وحده اليوم وسير حتى السيمانه الجايه واش نقد لك وحده في سبيل الله ولكن الفلوس هما اللي كيخليو الموتور يدور انت صاحبي خاص تاخذ هذه القاعده هادي وتطبقها مع عباد الله ماشي انت باغي تاكل هي بوحدك راه تاكل هي بوحدك راه ماشي تمشي بعيد راه خاص تاكل وتوكل معاك عباد الله دونك انت هذاك ولد الناس اللي تيوصل لك خاص 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 تهلا فيه خاص دير معاه شي سياسه من راسي كنستعملها مع راسي ما تقولش شو على السياسه كيستعملها عباد الله كنستعملها مع راسي فهمتي ديال الحمار والجزاره خاص ديما تكون دير مع راسك ومع عباد الله الحمار والجزاره صاد ملي غادي تخدم من 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 صفر لواحد ما تشد حتى حاجه من 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 10 من صفر ل 10 ما تشد حتى حاجه من 10 ل 20 من الباكيج رقم 11 12 13 14 حتى 20 غتشد عليهم 10 دراهم من 21 22 23 حتى 30 غتشد عليهم 15 درهم من 30 من 31 حتى 40 الفوق الضرب 30 درهم غنتهلا فيك يلا سير هادي هي الجزاره اللي كدير ليه كيجري هوايا انا ما كاينش اللي كيدير ليا الجزاره كنديرها لراسي صاد الا خدمتي غنجر لك عيت تكذب على راسك شي حاجه فهمتي غنشري لك مونزيرات فهمتي راسي يفرح شي خدمتي يعطيك صاد الا خدمتي من هنا الاخر ديال العام الجاي شريك واحد الفيراري حمراء واه فهمتي تي فرح قصه تجي بدي يجري تجي بدي يفكر راسي تجي بدي يموت معايا ويخدم ويتقاتل ولكن الا ما كنتش كنجازي راسي
ماشي نشوف الدراري ماشي عاوتاني شو غادي نقول لكم انا راه ما عنديش باش ندير الفيراري وما عنديش باش نجازي راسي بمازيراج غنقول لك اصاط بالروج ولا انا ملي كنت في دواري زي كيصد على راسي كنخدم كنت كنجازي راسي بشي حاجه بسيطه اش كنقول قسما بالله الا يست الدرام كانت ديك الساعه ما كنتش تنحاول نتفكر سميتها ماشي ساندويتش الدراري دول هاد المره كتجي يعرفوا شناهي سميتها وهاديك اللي كتكون البيض البيض في واحد الساندويتش كدا كاين البوكاديوس وكاين مشات الناس السميه شي خونا من مراكش كتب تمايا السميه كان شحال هادي 6 درهم تقدر دابا مع 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 التضخم فهمتي تكون وصلت 8 درهم تسعود فهمتي هي اومليطا في وسط الخبز فهمتي اومليطا في وسط الخبز مع شي كشر مع شي حماق فهمتي راه ولا شي ولد مراكش راه جاي ماشي بانيني بانينا صاحبي داكشي جديد لا شي الخبزه العجيبه ماشي مجنونه عمر اخوان طورتيه ها هو جابها سيما ام ستيكا الله يحفظك اخويا عارف بزاف الدراري كتبوا الطورتيه لا لا سالم مجنونه انسى كلشي هادشي كامل جديد انا نعاود لك انا على الزمن الغابره صاحبي الطورتيه كانت ب6 دراهم صاحبي اش كنت كنقول كنقول شو الا ريحتي معايا سالينا هاد الخدمه هادي غادي نخرجك الاحباس نشري لك طورتيه كان راسي كيترشل معايا من الاخر كنسالي الخدمه كنوض فهمتي تنتحرك مع الطريق كنتمشى طاك 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 عندي شي 500 600 متر مشيه كنضرب الطورطيه وكنرجع راسي هذيك الساعه داكشي اللي مفرحو فهمتي بالنسبه لي الطورطيه خاصك دير شي حاجه خاص يكون الجزاء ديما الانسان كيتحرك على الجزاء ما كيتحركش في سبيل الله خاص يبان لي كاين شي جزاء مثلا فهمتي كتاكدا نشري لك حلوه المهم يدير شي حاجه نخرجوا ندورو نمشيو لابيسين نهار الحد خاص دير راسك شي حاجه خاص كاينه ديك الحمار والجزاره خاصك دير راسك شي جزاره باش تحرك هذا هو الشيبينغ بخلاصه وعجاله دوين عليه قبيله تدويت عليه دابا غادي تكون فهمتي حتى الاثمنه بالضبط اللي كنخلصوا الخوت اللي تيشيبيو معانا وكيديليفريو فهمتي ونقول لك الساط ملي كيوصل فوق 50 ونادرا ما كطرى نادرا فوق 50 الى ضرب فوق 50 باكيج في النهار ورجع لشي حاجه قديمه ديالو كيتقاتل يدخلها حتى هي للسيستيم انها واصله 50 درهم للتوصيل يعني خونا فهمتي راه تيهندس كيهندس وتيحماق وكيتسطى وشي واحد كيقول ليه صاب انا ما مساليش اليوم تيقول ليه السبت وتيبدا يدكس في داك السبت هو الاخر في السيمانه وتيبدا تيهندس هذا ما بغاش اليوم نحطو السبت هذا ما بغاش اليوم نحطو السبت هذا ما بغاش اليوم نحطو السبت ما بغيتش اليوم اجي نحطك السبت وكيحاول السبت يضرب فوق 50 فهمتي تيحاول السبت يضرب فوق 50 باش صافي يدخل في 50 درهم 50 درهم في التوصيله السيطان دوزو او بيان سور راه ماشي خدم معاك واحد وجوج ثلاثه راه طلع فهمتي طلع ولاد الناس خاصين حتى تحرك خاصين حتى تبدا تجيب الاوردرات يوميا وعطى الله اللي يجي يخدموا معاك الصاغ وكما قلت راه تحسب قبيلاتي واحد المثال بسيط الاخوان اللي مكانوش حاضرين معنا 5000 درهم ضربها في 12 شهر هي 6 المليون 6 المليون غتخلصها انت امانه كنتي كتخلص لايف كازا 6 المليون زعما 5000 درهم في الشهر هي 6 المليون في العام دونك اللهم سير شري شي واحد شي تريبورتور ما عرفتش شحال كيدير التريبورتور في المغرب وما غادي يدير حتى لعبه في الاخر شري لي واحد تريبورتور ولا تلقى صحاب تريبورتورات مريحين في المغرب اصاحبي صحاب تريبورتورات شي مول تريبورتور نقيقي زويوان كدا شي بان نقيقي ما يكونش مصحاب مع كل احترام ليهم ولكن كاين الاحترافيه في الخدمه ما يكونش مصحاب ديك الحسينه ديالها هكا وهكا والقزاع فهمتوا داك الخطيط هكا من الوسط فهمتي على حقيتاش هاد الهضره هادي سمعتها من الامهات في المغرب تيقول لك اخويا راه كنطلبوا شي حاجه من الانترنت راه كيجيو عندنا شي دراري كيوصلوا لينا كنزل كنحل البسطام قدامو كنقول ناري امي البسطام هادي طيب دونك خاصك تجيب شي سيد محترم الا مشيتي تقلب على شي مول تريبورتور عنده تريبورتور تخدمو معاك تقول له الساطه ندير لك قدا في الشهر وغادي ندير لك كدا فهمتي فندير لك قدا على كل توصيله حاول تختار لانهم كثار حاول تختار شي سيد اللي عنده عائله مزوج كدا عنده المسؤوليه عارف بالحق ديال المسؤوليه وكون انت رجل مسؤول لان الا خدمتي معاك راه مسؤوليه الصاد ما يمكنش تخدموا معاك السيمانه داك طاري المشكله عندهم هاد الحس هذا ديال اللهو ديال مقصر فهمتي ديال ما عندكش المسؤوليه الصاد راه ملي كنقول عندنا في الخميسة 31 موظف وعندنا في مصر 51 ب 50 والمانجر 51 وخميسات 31 والمانجر 32 وعندنا في الطاينوب 100 فوق 100 وعندنا رايز فاكين ريسبونسابيليتي راه دخلتي ولا ما دخلتيش خاصك تخلص ولاد الناس ما خاصكش تدخل معاهم في ديك القصه ديال انا صراحه راني مسافر مابقيتش كنجيب الاوردرز هاد الهضره هادي كلها صاحبي انت راك ما خدامش البيزنس دابا انت راك خدام غير عند راسك مقصر
راه ما كاينش ما نجيبش الاوردرز، راه خاص يكون واحد تجيب الاوردرز يوميا، ولا داير شي ناس كيجيبوا لك الاوردرز يوميا، ما خاصش الاوردرز يوقف، راه الشركه توقف الصه، لان الشيبينغ ما يوقف، لان الناس اللي في الكول سنتر يوقف، والناس اللي كذا كذا يوقف، وما خاصش حتى شي حاجه توقف الصه، خاص كل شيء يبقى خدام اصاحبي، خاص التوصيل يبقى، خاص السلعه اللي داخله كتجي خاص 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 خاص، ما خاصش حتى شي حاجه، ما خاصش حتى شي حاجه توقف. فهمتي على قش حال ديال الدراري؟ اه صعب، انا راه خايف انا نلتزم مع شي مول تريبورتور، انا خايف نلتزم مع عباد الله. او ناري خدم هنايا غير في هاد الشركه هادي 12 الناس اخويا، انا ما نقدرش اخويا نلتزم مع 12 الناس. تصور صاحبي يخرجوا لي يديروا لي شي مظاهره اني ما قدرتش نخلصهم. وعلاش انت ماشي راجل ما تقدرش تخلصهم؟ خصك تخلصهم اصاحبي، لان الا خدمتي غادي تخلصهم، وهما ما غاديش يديروا لك المظاهره الا شافوا فعلا ان انت كنتي تقاتل وما كنتي كتقاتل والشركه دارت فايت. ولكن الا شافوك كنتي زواني وكتمشي تنشط، هادي هذا اكزومبل ديال شركه مغربيه، شركه مغربيه ديال الفيتنس في المغرب. فهمتي الدراري كان عاقل؟ شوف اخوان، انا ديما كنسول على الشركات، اي شركه في المغرب الا وعندي واحد جوج ثلاثه 10 خدامين فيها، هادي الميزه اللي كنقول السيمولاي فيها، هي واحد النيتورك كتولي سارح، هادشي اللي مستافد، هي واحد النيتورك كتولي سارح داخل في الشركات. فهمتي داخل في الشركات كاملين، كتولي كتقول راه ولا بودا كاين واحد عندك في كل شركه تيوصل لك الهضره ديال شنو طاري تما. فهمتي انت علاش انا ماشي نسولش على قبل المنافسه، كنسول على قبل ما نشري من الاخر باش نقول لك هذه النقطه. هاد تيبان لي شي شركه فيها البوتونسييل كنقول سير اخونا دولنا معاك داك داك دا لا بغى يبيع لا بغى، شي شركه تيبان لي فيها البوتونسييل. المهم وحده من الشركات ديال الفيتنس في المغرب اللي كانوا غاديين مزيان وكذا، تنسول على المانجر من بعيد بعيد خونا كي داير، لان المانجر هو اللي كيهمني انا خونا كي داير داك المانجر. صات افري فاكين ويكاند لي بواط القصاره النشاط الشرى افري فاكين ويكاند افري فاكين، قلت هذا خدام معاه ما هادشي ينفعني، ما يقدر يكون هي حقد عليه. سولت واحد الدري صاحبه خدام معايا بارتنر، صات كذا 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 صات ما دخلتوش هاد الدخله هادي، دخلتو الصات صعب ناس سمعت الحفلات وكذا والنشاط وما تعرضوش علينا صاحبي، حتى حنا نريحو نقصرو معاكم اصاحبي وكذا، نتوما كتقصرو بوحدكم. قال لي يا صاحبي بالعكس الله يخلي يسمو لنا الشرف، جيت ريحت قصر معانا كل ويكاند، اسمع الهضره تكون فيرما، كل ويكاند حنا مريحين مقصرين. قلت فاك اصاحبي اش هاد الشركه هادي اللي شريها هنايا للمانجر ديالها؟ فهمتي ومؤخرا انا كنسمع الشركه از جوين داون غدا للحضيض، فهمتي يعني الصوت باين ليا، فهمتي باين باين. قول لي قول لي قول لي المانجر شنو كيدير، نقول لك فين غادا الشركه، شي حاجه باينه. فهمتي على حقيقه اللي تي مانجي جوجل ما كيقصرش كل سبت واحد كل جمعه بالليل والسبت في الديسكوتيكس في النايت كلابس. اللي كي مانجي شي شركات كبار راه ما تقوليش ليا السطر افري فاكين فرايداي ولا ساتورداي راهو مقصر، لا الصط ما اتس نوت لايك ذات. وتقول لي لا انا كنعرف واحد المانجر واعر كل خميس بالليل كل سبت بالليل وكل جمعه، الصط هذاك واحد ليكزومبل قليل اللي غادي يموت مع الوقت، اللي نضمن لك ما يقدرش يكمل واحد 20 عام في السوق. فهمتي ما يقدرش يكمل واحد 20 عام في السوق. الاخوان واحد الوقيته اللي حطوا كان تيبان لي مره كان ترمي عيني على لي كومونتير، كان تيبان لي الباك 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 الباك، كنا جبدنا قبيله الباك الموضوع ديال الباك. بزاف ديال الاخوان كانوا تيكتبوا لي اخويا سيمو عندي الباك هذا العام، خويا سيمو عندي الباك هذا العام، خويا سيمو خويا عنده الباك هذا العام، خويا سيمو الله يحفظك دوي للدراري ديال الباك، راه عندنا شي ناس من العائله عندهم الباك، بغيت شي حاجه على الباك. صافي بالرجل ما عادش ما نقول لك على زعما فريمون الباك، ولكن من ورا الباك سيمو دير شي حاجه اللي تستافد منها. انا تندويك شو ماشي انا زعما موجشي ولا شي حاجه، باش نحط لك هذه النقطه هاد تا هي خاص نجي لك هاد النصيحه هادي اللي تستعد لها نقول لك حاليا راه ما عندها حتى قيمه، لان ماشي موجشي تسمعها غادي ندوي على التجربه ديالي على قد ما تسمعها وتقول صافي انا عندي الخلاصه ديال الخلاصه، لان سيميو تمشي تريح مع شي واحد شي موجشي تدوي معاه سيميو. انا نقول لك اخاي الخلاصه ديال 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 هاد الصات الله مصيفط لي حتى هو سيمانه هادي وانا كنقلب عليه الله جاي صيفط لي دابا من الصف. الخلاصه هي انا من ورا ما شتيت الباك مشيت درت البي تي اس، ودرت البي تي اس ولا يومين هذا نافعني. ديفلوبمون قريته بي اش بي قريته في البي تي اس، الاش تي ام ال قريته في البي تي اس، سي اس اس قريته في البي تي اس، الماي اس كيو قريته في البي تي اس، البوست جري اس كيو ال قريناه ماشي في البي تي اس، وانما ملي قرينا الماي اس كيو ال والاس كيو ال اتس اوكي نزيدوا واحد الوقيته كثر عندنا الناس في الويب سايت ولا وقع واحد الضغط على الباز طوني
اتسوكي شنو هو الحل ديال شي شحال هذا من الماي اس كيو دابا راه امبروف. انا ما كندوي لك على الماي اس كيو ديال 2010 2009 ما دابا الماي اس كيو راه امبروف تحسنوا بزاف. ديك الساعه لقينا بوست جري اس كيو اتسوكي اجي نقراو البوست جري اس كيو. هادشي الى يومنا هذا فهمتي نافعني. ديزاين ديزاين قرينا في البي تي اس ديزاين فوتوشوب شنو قرينا اخر الريزو لي انستالاسيون ديال الريزو باقي ما عقلتش دي اش سي بي لي داك الصداع المهم كامل شنو قرينا عاوتاني في البي تي اس. صراحه المهم شوف البي تي اس 90% ديال داكشي اللي كان فيه واحد الحاجه اللي كتستعملها في الحياه الى خرجتي تخدم في الطومين فهمتي. الى خرجتي تخدم في الطومين ديال العقلاش تقدر تكون قريتي الميكانيك ومشيتي خدمتي في السباحه ما يمكنش تستعمل الميكانيك في السباحه. المهم انا بقيت في الطومين تقريبا الانترنت والويب ونفعني الويب دونك قصات نتايا ملي جيت تمشي وغنقول لك واحد النقطه هادي حتى هي دابا حاليا كنفكر بعد ما جيت البي تي اس خرجت كنت في لا ليسونس مشيت نقرا لا ليسونس خرجت في حالي مشيت قابلت سوق الشغل بقيت خدام 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 سنين كدوز سنين كدوز سنين كدوز ابخي حاليا فهمتي المشكل اللي طاري حاليا في العالم كيبان ليا واللي طاري ليا حتى انايا هو شي كيتشكاو عليه الدراري او ترى توصل عيان او ترى توصل من الشينوا لك داك ياخذ 30 يوم او ترى توصل كذا 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 تياخذ او ترى كذا وترى كذا. فعلا هادو هما المشاكل اللي كاينه حاليا في العالم. ما بين المشاكل الكثيره كاين هذا المشكل هذا. لقيت راسي باني غير مؤهل نحل شي مشاكل وانا ما عنديش لافاز فهمتي. وليت كنقرا شويه على اللوجيستيك وليت كنقرا واحد شويه على اللوجيستيك اللي مع راسي قلت اجي دابا شنو واخا كبرت فهمتي دابا 30 عام قلت اجي نعاود نرجع نقرا غادي نعاود ندخل عاوتاني لا ليسونس. لقيت دي ليسونس في المغرب والماستر غادي نرجع نقرا اللوجيستيك عاوتاني يعني فهمتي غادي نقرا شي حاجه كتفيدني. يعني انت ملي كنت الاخير تقرا تختار شي توجيه تشوف شي توجيه اللي غادي تنفع من داكشي اللي تجي يوريوك. ما تقولش لي التعليم في المغرب راه مياد از فاكين بولشيت عيان. التعليم الاخ ديما غادي يعطيك لي باز. ماشي نمشي انا نقرا ماشي نمشي انا نقرا فهمتي غادي ماشي نمشي نقرا اش كيتسمى اللوجيستيك وغادي نمشي نحل شي اكبر مشكله في العالم بداكشي اللي قراوني في المغرب راه ما يمكنش. ولكن غادي يعطوني هي لا باز. وملي كيكون عندك الساس سال تبني العماره ولكن الا ما عندكش الساس راه ما يمكنش تبني العماره. عندك الاساسيات على هذه نرجع ان شاء الله نقرا اللوجيستيك ومن ديك الساعه ندير واحد ديبار ان شاء الله وما يكون غير الخير. ولكن اجي ينفعني دونك اش كنت باغي واحد ليكزومبل اخر بغيت ندوي عليه. واحد السيد اللي قرا في ليستيا اللي كنسميوها حنا تكوين تكوين واحد سيد تخدم معانا هذا هيز اوكي تكوين سالت تكوين ديفلوبر قرا ديفلوبمون تما خرج خدام ب 20000 درهم. ولكن راه ما خدامش ب 20000 درهم بداكشي اللي علموه في التكوين. راه هو تيمشي كيقلب في الليل هو تمشى تعشر مع واحد لانجينيور وتيديفلوبي معاه فابور وبدا كيديفلوبي دوك السكيلز ديالو بدا كيديفلوبي المهارات ديالو. وملي بدا كيديفلوبي المهارات ديالو ديك الساعه ولات القيمه ديالو في السوق 20000 درهم. ولا ما عطيتيه 20000 درهم ما يخدمش معاك اصاحبي لانه فريمون كيستاهل 20000 درهم وكيستاهل اكثر. علاه ماشي تنقول لك دابا الدراري مساكين اكثر اللي كيطري يقول لك بغيت الفلوس صاد. قبل ما تسول على الفلوس سول على شنو هي المهارات اللي عندك تاقنا اللي تكون فيها احسن من 97% اللي في السوق. راه كلشي كيقول لك انا ديفلوبر ولكن واش كلشي ريلي ديفلوبر؟ واش كلشي بصح ديفلوبر؟ لا. كلشي كيقول انا طبيب ولكن واش كلشي فريمون طبيب؟ لا راه ماشي طبيب راه الاكثريه فهمتي الاكثريه راه ماشي طبيب الاكثريه راهي عشابه من الاخر فهمتي. راه تلقى شي طبيب فاشل وكتضل كتلاقى بهم هذاك الطبيب الصاد هذاك الطبيب عيان كنقرا معايا كنحرتوك كنت تجيب النقطه الاخرى انا كنت كنضريح في الاول كنت كذا كنت تجيب النقطه الاولى. لا الطبيب هذا اللي كيدوي فاشل اش كيدير في حياته السكره يوميا في الاخر ملي كيسالي النهار كيسب الاطباء الاخرين هذه هي حياته ناجح لا فاشل اش كيدير كيسب الاطباء الناجحين. واش هو طبيب اتس اوكي ديبلوم سمح ليه باش يكون طبيب. واش نهار تلقى شي واحد داعي على قبل ولا ما دعاوى كتسمعها في المغرب داعي لان فتح المرات شي واحد هو سكران وقتله وكلشي كيشهد انه كيكون سكران صاد. واش بغيتي تعيش هاد الحياه هادي؟ ما هادي ما حياه ما حتى لعبه. حاول تكون متميز في داك السكيل ديالك. واش انت فريمون كتحس براسك فهمتي كتحس براسك فريمون وانت راك ديفلوبر كتحس براسك فريمون وانت راك طبيب فهمتي كتحس براسك فريمون وانت راه شي حاجه كدير شي حاجه
تدير شي حاجه. المهم رجعوا للباك، دونك الاخ من ورا الباك سي ميو تمشي دير شي حاجه اللي كيبان لك انت من بعد باغي تولي ديفلوبر، سي ميو دير مارش ليكول ديال الانجينيوري عامين الاولى ما جات تقرا ديفلوبمون، غتقرا كلاس بريبا، درت البي تي اس سوكي من العامين الاولى غتقرا سميتو، قدر انت ما ترضاش، انت ما ترضاش بلي ستي، فهمتي؟ هذا هو المشكل ديال عباد الله. كاين دوي معاه للاسف الاخوان، راه ماشي ميمكنش تكونترولي كلشي، راه ميمكنش تكونترولي كلشي، راه صعيب تكونترولي، راه كاين كنقول انا هاد الهضره هادي، كاين اللي كيسمع وكيديرها وكاين اللي ما كيسمعش ما يديرهاش وكاين اللي ما يديرها حتى بعد موته. راه بحال الاخ ديالي انا، راه نقول لك الاخ ديالي ما كنقدرش نكونترولي، راه يقدر نكونترولي شي ناس بعاد تيسمعوا هضرتي تقول لك تسوكي نمشيو نديروا هكذا كذا كذا، والاخ ديالي هاكا تنقول له الصاد انا بان لي سير دير لي ستيا وكذا لستي يا صاحبي كضحك عليا يا صاحبي بغيتي تشفي فيا العجيان خصي مورايف كيقرا الصاد شنو هي لستي انا قريت في البي تي اس انا ما كرهتش لك البي تي اس ولكن ماشي قبلوا عليك يا صاحبي البي تي اس ملي دخلت ليها انا كنا تندخلوا ليها ب 10.06 ملي كثرت ما دوينا على البي تي اس انه زوين ونفعنا في حياتنا طلع المعدل اللي كيقبلوا على 14 ما كرهتش انا نخلص الفلوس وندخلك لذاك البي تي اس اللي قريت فيه شي تضويره شي حاجه نجيك من الاخر فهمتي كنت قلت ليه سول انا ما كرهتش نشوفك في البي تي اس ولكن بديك العشرة ديالك راك ما مقبولش في البي تي اس صاد اش كضحك عليا يا صاحبي تنقول لي ليكيفالونت البي تي اس هو لي ستي يا صاحبي سير الله يرضي عليك دير لي ستي لي ستي راه تنفعك غتقرا ديفلوبمون غادي يكون عندك لاباز ديال ديفلوبمون فهمتي ديك الساعات انت تزيد ديفلوبي راسك لان عندك لاباز عندك اش كتسمى الالغوريثم عندك الالغوريثم كتعرف كيفاش الامور كتخدم الا طرات هادي دير هادي الا ما طراتش دير هادي في حاله طرا كدا دير كدا 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 فهمتي انا عندك لاباز سير صاحبي دير لي ستي اصاحبي اش كضحك عليا صاحبي لي ستي الحراج اللي كيديروا لي ستي داك دا لي ستي لي ستي فهمتي كلشي كيسب لي ستي اصاط ما عرفش علاش بنادم كدوي معاه بنيتك تقول ليه صاحبنا انا درت لي بي تي اس ليكيفالون ديال لي ستي واش بغيتي تمشي تقرا شي حاجه تنفعك راه فريمون كاين تما داكشي اللي تجي ينفعك ولكن الا كنتي زعما عندك شي شوفه بعيده المدى مثلا انت باغي تخرج تولي احسن ميكانيك الصات العالم كامل واقف حاليا واقف على شي ميكانيك نقول لك الصات اشنو خص في المغرب ماشي في المغرب في العالم كاين عندنا مول الماكله اللي كيدير لنا بحال هكا الملحه ياك وكاين عندنا كلشي كاين عندنا اصحاب الطيارات كاين عندنا الواعرين في اللباس كاين عندنا الواعرين في الطياب كاين عندنا الواعرين في سميتو ما كاينش ما طلعش لنا شي ميكانيك اللي كيهز الكلامونات كدا طانطان تيصور راسو حل شي مشكله ولات عنده شي سمعه في السوق ديال انا ميكانيك واعر المشكله هادي تجيبها ليا اجي نحل لك المشكله انا كنطي الشغل صاط تولي مليونير صاط الى 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 قابلتي غير ميكانيك لان حنا كنا قرينا في 5 سيزيام با كانوا الفوج انا كنت الكترونيك كانوا اللي تيتفاوجوا معنا ميكانيك الا قريتي اصطات الميكانيك وكنتي فاهم مزيان صاحبنا راه الناس كتوحل ما كتعرف عندك من تمشي تدي الطوموبيل كتشد راسها بحال هكا كتجاند العشابه هذا يقول ليه هضره وهذا يقول ليه هضره راه بنادم راه شي عندها صاحبي كيشكي هذا انا نقول لك انا علاش كنشري الدوبلفي وما حاملش نشري الدوبلفي لان كتفقد القيمه ديالها فراسك ملي كتشري الطوموبيله دوبلفي كتشريها مثلا اليوم شريتها مثلا ب نفترضوا 160 مليون مع خرجتها مع الباب ولات القيمه ديالها 120 مع خرجتها مع الباب اخي بحال شي يشري طوموبيله دوبلفي ولكن علاش كنشري طوموبيله دوبلفي هو باش ما نقلش عند الميكانيك ما نريحش عنده علاش لان صاحبي راه ما كاين ميكانيكات مزيان انا ما عارفهمش تمنيت اني نعرفهم علاش ما ديرش انت دير الميكانيك اللي كتعجبك لا ميكانيك وكون فيها واعر ومن بعد حل شي ماشي تحل المحل ما تحلش محل حتى تخدم عند هذا وهذا وهذا وتخدم عند 20 واحد ما تكونش كتقلب على الفلوس كوني كترحل من ميكانيك لميكانيك وكذا من سميتو من مكان لمكان حتى تاخذ واحد الاكسبيريونس كبيره وعندك ساحل شي حاجه ديالك وقد شي براند ديالك تولي معروف ميكانيك واعر كاين خونا صافي حتى انت دير الفيسبوك ودير الانستغرام شوف ديك الساعه الاروي اطلع البنادم عنده مشكله غادي يجي يوقف عليك بالطوموبيله ما خاصك تحل ليه المشكله حليتي ليه المشكله غادي ريكوموند ديك القليله لسبعه الناس مع الوقيته غادي تدوز خونا انا كنمشي عند الميكانيك واعر تمشي عنده كينطي لك الشغل صاحب لا اجي ولو عباد الله كيدوو عليك واحد الوقيته واعلي فين غادي توصل صاحبي فهمتي اجي ميكانيك العالم حاصل علاش قلت لك انا ما نرجعوا نرجعوا للنقطه علاش كنشري الدوبل فيلا السبب هذا كتخسر كنمشي كندحش عليهم في لا ميزون جيرات سلعتكم راه خسرات قادوها بحال دابا كانت عندي واحد الصفاره في الموتور ما مشيتش بقيتش كنمشي عند الميكانيك يقول لي هذا لا واه الديسك ديال كدا ديال الصاد ما عندي ما ندير بهضرتكم اصاحبي خليها عندكم
فهمتي الجاكوار دابا راه ما عنديش الجاكوار راه في لا ميزون كتقاد ملي ترجع للمغرب هادي اللي قام قاده صافي سمعت واحد الصفيره في الموتور دحش لهم طوموبيلتهم نجي اللي قام قاده واخا خويا السيمو جيت اللي قام قاده السوق هادي نجي اللي قام قاده ولكن راه خلصتي الثمن ديال ديك جيت اللي قام قاده راه شريتي الدوبل فيرا غالي صاحبي راه اللهم تشري طوموبيله مستهلكه ولكن شكون هو هاد الميكانيك اللي جيت ديالي وينط لك الشغل ويفرحك وتمشي فرحان راه ما كاينش اصاحبي راه ما كاينش هذا ميكانيك وكاع المشاكل في كاع الطومينات في البلاد كاملين هذا ميكانيك فهمتي وقس على ذلك باقي المجالات في البلاد كامله ما تكرهش شي واحد ينط لك الشغل وانت خايف كره ما كاينش الانترنت ماركتينغ فهمتي ما كاينش الانترنت ماركتينغ في العالم جو سوي سور الا درتي الميكانيك جو سوي سور تكون احسن من الانترنت ماركتينغ يعني خاص تكون عندك ديك العقليه اللي كنقول ديما العقليه ديال البيزنس مان هي شنو غتحل محل واحد غادي يمشي مزيان غادي تجيب عباد الله اخرين تفورميهم تحل المحل الثاني تجيب عباد الله تفورميهم تحل المحل الثالث تخلي واحد البراند واحد السمعه سميها انت كريم مي كريم سميتك كريم سميها ميكا بحال ميكانيك ولا مي كريم سميها اي حماق تلقى شي سميه وتبدا تحل الفرع في جوج في ثلاثه في 10 والناس تبدا تثق في ديك ميك ما كايناش للاسف كاين هاد الكونسيبت هادو في امريكان كاينين ما كاينش في المغرب ما كاينش في بزاف ديال الدول العربيه كاين بعض الدول العربيه للاسف غلطت قلت ما كاينش الدول العربيه كاين بعض الدول العربيه وتبدا تحل الفروع على خونا اللي كيدير لك الملحه بحال هكا اشنو اللي ميزو عادي راه تيطيب لك عادي ولكن ميزو دار واحد البراند ولا كيحل الفروع ولا تيدي بلاصه تمشي تاكل مشي تصاد كليت عنده بالرجوله يتسوكي كليت واحد الدالاس ستيك عادي الستيك اللي كليت في دالاس احسن من الستيك اللي كليت عنده ولكن اصط علاش دي بلاصيت من المغرب حتى لتركيا حتى مشيت جيت لتركيا ومن في تركيا مشيت حتى لعندو على قبل ديك البراند ديك السمعه اللي باني ديك اللي كيطلع لك يوميا وكيدير لك الملحه بحال هكا كتقول الصاط خصني نمشي ناكل عند هذا الصاط نوسريت هما كتبوا الدراري سميتو انا في اسطنبول كاينه نوسريت ستيك هاوس الصاط مشيت اتس اوكي السيرفيس زوين الدنيا نقيه الزحام بزاف فهمتي الله يسخر ليه الله يكمل ليه بخير صاد بحالك وخاص تفكر ما جاش قال لك صاد بان لي في الدروب شيبينغ صاد ما كاينش في العالم الدروب شيبينغ صاد انا بان لي الايكوميرس صاد ما كاينش في العالم الايكوميرس اللي درتي غادي تنجح ولكن خاص تكون عندك واحد الفاكين مايند سيت ديال واحد المليونير ديال اي حاجه وفكر توسعها راه عباد الله كاملين لي ريستورون كتلقى واحد دار ريستورون ورا جوج من ورا 10 من ورا سميتو بوريك معاش نوسريت حنا فاش كلينا ماشي بوريك نوسريت ستيك هاوس بالسميه ديالو نوسر ان او اس ار واحد الديري ديال 6 او تي ستيك هاوس يا فاش كلينا مشينا لواحد بورا بوريك سميتو مطعم المدينه شي اخوان قالوا لنا ما عرفتش ولكن هما تواركه قالنا الخوت بالرجوله هذا حرتوكه مع كل احترام الناس كاملين نصحوني بهذا المطعم المدينه وفي الباب ديالو قلنا لهم واشنو جينا حنا ديبلاصينا دابا حتى لهنا باش نسمعوا منكم نتوما حرتوكه اشنو تنصحنا قال لك الصاد اضرب طواله من هنا واحد 20 دقيقه غتلقى واحد نوسريت كيما جال نوسريت اللي حنا اصلا كنا جينا عند قبل نوسريت اللي كاجي تلقى نوسريت ستيك هاوس ديالو كاينه تمايا كل مع راسك راه مزيان وغير مشينا كان داكشي مزيان مطعم المدينه الاخر ما جربتوش باش ما نتهموش عباد الله بشي حاجه وما نقولوش شي حاجه ما نقولوش شي حاجه ما كاينش تران 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 مقارنه ما بين تركيا والمغرب خونا فهمتي تركيا زوينه المغرب زوين كل دوله عندها لي زافونتاج لي زانكونفينيون العمله ديالهم طاحت بزاف الاخوان نقول لك عاوتاني قضيه اخرى تركيا جاتني رخص من المغرب والله نقول لك بهذه القضيه هذه الاخوان عاوتاني قضيه اخرى ما تبقاش تشوف داكشي ديال انا كنبات في سويت ب 3000 درهم سويت ب 2500 درهم سويت 2400 درهم هادشي انا كنبغي نخسر الفلوس اما صات تمشي للاير بي ان بي غتمشي للاير بي ان بي airbnb.com غتلقى ابارتمون واعره في بيت جوج بيوت ثلاثه البيوت غتلقى صات ب 130 درهم في النهار والله الا عرفتي راه الدراري صحابي كيصيفطوا لي السيمو صاحبنا راه شوف هاد الاير بي ان بي ريح فالو صاد انا راه غير عطلة جيت لهنايا نشوف الخالة ديالي الخالة ديالي عايشة في تركيا مزوجة تركيا حتى عندها جنسية تركية
خويا حتى هو مدادي وعايش في تركيا، جيت حتى هو نشوفه ما كتبش نشوفه في المغرب. ملي كنت انا في امريكا هو جا للمغرب رجع سايكل صاعد يمشي لتركيا، وفي النهايه مسافر انا والمدام ديالي وجينا لتركيا. هذه الخلاصه ديال تركيا، وتركيا واعره وجاتنا رخيصه ورخص من المغرب. هذا الشيء ولي نقول لك صراحه، تركيا رخص من المغرب الصاد، وملي رخص من المغرب راه رخص من الطيران، فهمتي؟ رخص من الطيران نوتينغ تو كومبير. على حقاش كاين تركيا هي الرخيصه كاع، عاد كاين المغرب، عاد كاين الطيران. الطيران غلا من غلا من من الطيران غلا من المغرب وغلا من تركيا. تركيا صاحبي راه تصدمت انايا، اير بي ان بي دخلوا الدراري براسكم، كتب اسطنبول شوف الدور شحال دايرين تمايا، كتلقى دار الليله دايره 130 درهم شي حاجه واعره صاحبي. انا بقيتي كنشوف غير هكا، فهمتي ديك اللعبه ديال وات ذا فاك على 130 درهم في النهار. انا حنا فهمتي جاي باغي نستثمر فلوس الشركه ديالنا، باغي نستثمرهم هنايا. بقيت كنشوف الصات، لقيت كاين احتمال واحد باش ننجحوا، هو نشريو دابا ويطلع العقار من بعد. نشريو دابا ويطلع العقار من بعد، اتسوكي ديال ربحوا. ولكن باش نشريو باش نكريو نو، ما خدامش الصات. غادي نردوا فلوسنا على واحد 30 عام 40 عام. الصات الكرا رخيص هنا بزاف، فهمتي؟ تهرسوا بزاف، العمله ديالهم طاحت بزاف، الكرا صاحبي طاح، فهمتي؟ على قداش كنت نبقى كنسول اوكي الدار هذه بشحال هذه، هذا لابارتمون بشحال هذه نشريها؟ شريها ب 108 ديال المليون بعد التخفيضات كامله، لانك تخلص كاش دقه واحده. وبشحال نكريها الصاد؟ كنمشي كنبقى كنسول الجيران بشحال هذه نكريو، بشحال هذه تكري، بشحال هذه تكري، غتكري صبر. هذه اللي ب 108 ديال المليون هذه تكرى ب 2000 ليره، غنحسبها باش ما نبقاوش ندوخ خاوي. غنشري دار 108 ديال المليون، لأني نخلص كاش. أما هي قالوا لي في الأول شي 120، قال لي في الأخرى تخلص 100 وكذا ديال المليون، 108 ديال المليون، وغادي تكريها ب 3186 درهم في الشهر. أشري ب 108 وتكري ب 3000 درهم، قلت لهم الصاط راه المغرب حسن ليا، المغرب إلا شريت شي حاجة ب 108 ديال المليون غادي نكريها بكثر منها هكا الصاط. هذا الشيء ما مفرشاش، فهمتي؟ هذا الشيء ما مفرشاش. كم صاد ما مسلكانيش، ما مسلكاش، سي ميو نحطوا فلوسنا في دوله اخرى وما نحطوهاش هنا. ليك داك داك دا حاجه اخرى عاوتاني لي بروجي ما كاملينش. هادي تعلم الديره، هادي تعلم الديره. اي بلاد تمشي خاصك تمشي يكون عندك شي واحد تمايا اللي يكون ثقه، ولا شي محامين اللي ما في صالحهمش انت تخسر، ما عندهمش الربح من وراك، ما عندهمش الربح انهم يبيعوا لك. انا كاين العلاقه راجل الخاله وراجل الخاله وواحد المحامي، المهم هاد الشوج هادو صات عطاوني تركيا من الاخر. قلت لهم كاين دي بروجي ما كاملينش للبيع وبثمن مزيان. قال لي صات ما تدخلش حتى شي بروجي ما كاملش للبيع، وخذوناك بالطوموبيله وراونا. قال لي شتي هاد العماره هادي ما كاملاش ياك، المقاول ديالها 50 سنه، سميتو كدا كدا كدا، من اشهر المقاولين في تركيا، بعد الازمه هرب وسمح في هادشي ودا فلوس عباد الله. دور هنا شتي هاد العماره هادي مبنيه ما كاملاش، مولاها سمح فيها في اخر ملي وصلت 90% تزير مع الازمه وهرب وسمح. الصاد ما تشريش شي حاجه ما كاملاش. هاكا تصور راجل الخاله اجي يقول لي، راجل الخاله تركي، قال لي الصاد شتي ياك انا كتثق فيا ياك، انا اللي جيت قلت لك عنده واحد البروجي ما كامل استثمر فيه، سد عينيك بحال هكا وزيد ما تجاوبنيش ما تدوش معايا. قلت له الصاد انا فريمون كنثق فيك وكنثق في هذا السيد هذا حتى هويا، ماشي انفيستي في شي حاجه ما كاملش، ولكن الاثمنه اللي عطاونا اثمنه واعره. قلت له الصاد احتمال كبير تكون نصبه، ما تسمعش الاثمنه ما كاملاش ما تحط التاريخ. المهم هذه الخلاصه ديال نقول لك اشنو طرا هنايا. صافي بقيت تندوي معاهم حتى المحامي تاوي قال لك الصاد ما تحطش ريال. قلت لهم ولكن الصاد شي ناس قالوا لنا تبانوا لنا ثقه. صاد واخا يمكن انا جيت عندك شخصيا قلت لك كذا كذا كذا، وقلت لك واحد البروجي، قلت لي انتوما مشوش كنثق فيكم، بروبوزو علينا شي بروجي. قال لك واش باقي ما وصلتش فيهم الهضره، بروجي ما كامل ما تانفيستيش حتى حاجه ما مضمونه. قلت لهم كاين شي بروجي ما انفيستي فيهم الدوله غادي تعطلوا حتى هما فيهم مشاكل، غتحط فلوس دابا يقدر مول البروجي هرب الدوله باش تكوفري وتكمل في دوك الميعاد وداك الشيء، اجي ولي داك الشيء تجرجر وكذا. سيميو شري الواجد، ملي كتجي كتحسب تشري الواجد بحال هكا 108، لقينا بزاف لي زيكزومبل 120 200 محلات، مشينا كندورو على المحلات التجاريين. ايتس اوكي، كان واحد المحل بمليون ديال الدولار تكري ب 15000 دولار في الشهر. قلت لهم الصاط ما يمكنش اصاحبي تغامر لواحد بمليون ديال الدولار من الشركه ديالو يهزها يحطها في هاد البلاد هادي اللي كتقولوا لي انها في هاد الوضعيه هادي. قال لي الصاط حنا معاك، هاد الهضره هادي اللي قلتي معاك الصح، ما تغامرش بفلوس كبيره في هاد البلاد هادي اللي بلادهم الصاط، فهمتي؟ قال لك الصاط ما تغامرش بفلوس كثيره في هاد البلاد هادي في هاد الوضع هذا، وسيرتو تحولها من الدولار لليره. اتس اوكي، المهم فهمتي بقى الموضوع هكا شائك. و
هذا ما كان الاخوان. وهذه نصيحه فهمتي اللي انا سمعتها من جوج توارك، ما سمعتهاش من شي واحد اخر. هذو جوج توارك لولاد البلاد وقداو ما يبغوا ليا المصلحه فهمتي. راجل الخاله ومحامي صاحبه فهمتي قال لك الصاد احنا توارك احسن منك بلا ما تحط الشريه في هذه البلاد هادي الا ما كانش البروجي كامل تسني تخلص غادي تطبق العربونه تسني معهم واحد بالبيع تجيب الفلوس كامله غادي تسني تسني وتاخذ العقار ديالك. شي حاجه اخرى باقي ما واجداش كذا كذا كذا. تصور ان واحد العماره مشينا شفناها الواجده ها هي سال البيع فيها الاخرى تسليم بعد 3 شهور تسليم بعد 3 شهور. قلت له ما هو هذا السيد هذا راه معقول بنا هادي راه حتى جاي يساليها ويجي يبيع لينا. قال لي الصاد ما تثقش فيه. قلت له من بعد 3 شهور قال لي شتي داك خونا مقاول 50 سنه هو في تركيا من اشهر الاسماء بحال اللي كدوي على الشركات الكبار عندنا في المغرب جمع وهرب ودا الفلوس مع الاستراليه الصاد. هاد المهمه ديال خلاصه التجربه بلا ما نطولوا الهضره خرج بزاف الناس ما كيعنيهمش هاد المهم. تركيا الصاط مزيانه الله يعمرها دار كذا كاين واحد شويه ديال النصب كيبان لك فهمتي. هذا الشيء كاين في كاع الدول ملي كتدخل السياحه تيولي داك النصب فهمتي. اصحاب الطاكسيات كيحاول يخوفش عليك كيحاول يزيد عليك. كاين شي طرف الطيرون خاص الدفع على راسك. واحد التجربه طرات البيلار هو اللي قال لي ردت معاه البال وملي رديت معاه البال لقيت واحد تخوفيش اوبر هنايا ملي كتكوموندي اوبر ملي كتكوموندي اوبر كتمشي وملي كيوصلك عاد تيقطع هو داكشي اللي بغا كيكتب داكشي اللي عندك في الكونتور فهمتي كيكتب داكشي اللي عنده في الكونتور كيكتبو دونك الصاف ونبيض ديشارج. ملي انت كتمشي زعما راه ديرو كيتشارج ملي انت كتمشي في حالك وتيجلس هو يا صاحبي قطع تلقى قطع شي حاجه خياليه. هاد الليله واحد الليله اخوان الله يخدم ولا كيقطع ويوقف ويمشي ويجي ما عرفتش. سوفتوار اب شو ما لقى وقتاش يدير الاب ديت غير وانا ندير اللايف. لا حول ولا قوه الا بالله. اخوان خدام اللايف لا الا مكتبو خمسه باش نشوف سميتو خدام سمعتوا الاخوان. المهم هاد القضيه هادي ما تمشيش حاجه مهمه. المهم صافي كنت مشيت ب 30 ليره ملي نزلت لقيت قطع 130 ليره عاود واحد خونا اخر عاود ليا سير بلاص من بعده فهمتي. انا كنتصرف بحال الميريكان كنوصل كنحل الباب كنزل كنمشي بحالي حتى واحد خونا حتى هو كانت عندي 129 ليره قطع ليا 129 ليره صافي. وانا نريح ريكلاميتهم الاوبر بجوج ورجعوا ليا فلوسي ما كاينش مشكل فهمتي. اوبر قالت لي صافي راه هذاك 29 داك التراجي راه رديني لك 100 ديال التراجي الاخر حتى هما اوبر ديما تيضمنوا لك تيضمنوا العامل ردوا ليا فلوسي. ولكن اصلا المهم رد البال هذه القضيه هذه. انا والله ما كنت غادي ننتبه لها قسما بالله ما كنت غادي ننتبه لها. كل ما بلا قال لي الصاب راه رد البال مع صحاب الطاكسيات. وليت دابا اش كندير كيوصلني كنقول ليه تنشوف شحال عنده في الكونتور بحال اخر كونتور جيت 52.52 انا بقيت عاقل عليها. قلت له الصاد كتبت تما 52.52 كيقول هاد خونا هذا قافز فاتو داروها به بلا ما نديرها به حتى انايا تكتب داك الثمن اللي تما. المهم الاخوان شوف داكشي ما عندك ما دير به غادي تبقى قبل ما تمشي لشي بلاد الله يرحمك الوالدين ما نكثروش الهضره انا معيش عليها. ندوي داكشي السلبي البلاد زوينه 99.99 ايجابي ماش ندوي داكشي السلبي ما نعطلوش فيه. قبل ما تمشي شي بلاد نصيحه كتب سميت البلاد كتب سكام غادي يقولوا لك شنو هما اللعيبات اللي خاص ترد منهم البال. كتب سميت المدينه كتب سكام كتب بوكيت سكام كتب تايلاند سكام بانكوك سكام اسطنبول سكام تلقى هذه القضيه اللي طرات ليا تلقى ديجا داوين عليها ملي تكتب بانكوك سكام فهمتي. قبل ما تمشي لاي بلاصه باش ترد بالك شويه وصافي. هذا ما كان ندوزو لخونا تاع الجرين كارد جاوبنا في اللايف الاولاني واحد 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 واحد